واش عمرك انا كنشوف بعدا شفت واحد الناس ديال الالترا واحد الناس ديال الالترا هذوك بعدا ذوك الناس والله الا كنحترمهم كنحترم ذوك الناس ديال الالترا علاش الجمهور الوحيد اللي من نهار شتينا شباب محمديه لحد الان الجمهور الوحيد اللي كان كيمشي كيناضل وكيمشي من بحسابه بفلوسه كيمشي بالمال المال ديالو الخاص حنا واحد النهار باش نعطيك واحد اون انكدوت حنا واحد النهار كنكتب حاولنا بغينا نعاونوهم نعطيك الجواب ديالهم شنو هو عرفت ما بغاوش يعني حب الفريق يعني قال لك حنا قال لنا حنا كنضحيو مع الفريق ولا كنا غنتبعوا الفريق بمالنا الخاص يعني باش ما يكونش القيل والقال باش هما نهار يبغيو يهضروا يهضروا يضرب الحريه شنو ما راه ايفيكتيمون هذاك ولكن كيبقى فيه الحال فاش كتشوف الالترا والجماهير هذا بحال الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي الجماهير هذا الفرق المغربيه كيتغناو بواحد كيتغناو بواحد الاغاني كتمثل الفرح بالفرح وكتقول بان غيزيد الامان وداك الشيء اذا كنجيو نشوفوا هذا الالترا ديالنا زعما للاسف ودخلهم الياس ولاو كيغنيو واحد سميتو واحد الاغنيه ديال الاوفياء في زمن الخيانه زعما تبارك الله اغنيه رائعه يعني كتعطي الصوره الصحيحه يعني رائعه الاغنيه رائعه ولكن زعما كنتاسف علاش ولا علاش الجمهور شباب محمدي ولا كيغني الاغاني الحزينه يعني كيوصل الميساج بطريقه يعني حزين وسينما ما بقى عنده ما يقول صافي اللي يعني راه داروا عيون يعني في جهدهم راه داروه تبارك الله عليهم زعما كنشكرهم على هذا الشيء اللي كاين النضال اللي عندهم مع شباب محمديه ولكن ان شاء الله نحيدوا هاد المصائب هادو اللي كيدايرين بفريق شباب محمديه وان شاء الله نزيدوا القدام وان شاء الله يكون عندنا واحد المستقبل مع شباب